يا أهلا فيكم من جديد. توعدت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين الذين يجرون تعديلات على هياكل سياراتهم احتفالا باليوم الوطني بتطبيق العقوبات حسب النظام المعمول به مؤخرا، وبينت أن دورياتها وفرقها الميدانية لن تتساهل أبدا مع المخالفين، مؤكدة أنها لن تستثني أي مركبة من تطبيق القانون، حيث يعمد بعض الشباب في المناسبات الوطنية إلى صبغ سياراتهم باللون الأخضر وتزيينها للمشاركة في مسيرات الاحتفال باليوم الوطني. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضمنا هاتفيا مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء الدكتور محمد شباب البقومي. سعادة اللواء حياك الله معنا، شكرا لاستجابتك. يعني اليوم الوطني عادة ما يكون في مظاهر الفرح والاتشاح باللون الأخضر، أصبحت يمكن هذه ظاهرة يعني شبه عادية ومألوفة لدى المواطنين في المملكة. لو سأل أحد سؤال يعني وراكم شددتوا على المواطنين يعني يوم الغد، يعني هنا نعرف أن بكرة إن شاء الله اليوم الوطني، فليش شددتوا عليهم؟ يعني خلوا الناس يفرحون ويعبروا عن فرحهم، يعني حتى لو حطوا يعني ملصقات خضراء على سياراتهم، شو ردك؟ أول شيء مساكم الله بالخير، وكل عام الوطن بخير وولاة الأمر بخير والشعب بخير. طبعا بهذه المناسبة الحقيقة أهني سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد وحكومة من رشيدة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الخالدة العظيمة، و بإذن الله تعالى يستمر هذا الأمن الوارث الذي يعني يعم بلادنا أعواما عديدة إن شاء الله، بتوفيق الله ثم بوجود ولاة أمرنا ورجال أمننا البواسط. الحقيقة بتوجيهات من سمو سيدي أمير المنطقة، وأنا بهذه المناسبة أهني سموه الكريم بهذه المناسبة باليوم الوطني وبعيد الأضحى المبارك. وحسب توجيهات سموه الكريم عدت إدارة مرور منطقة الرياض خطة متكاملة لإدارة الحركة المرورية والمحافظة على انسيابية الحركة وكذلك المحافظة على سلامة تخدم الطرق كافة، وكان ذلك الحقيقة متابعة مع معالي مدير الأمن العام وسعادة مدير شرطة منطقة الرياض وكذلك مدير الإدارة العامة للمرور. طبعا التوجيهات تنص انه يعني اترك يعني المجتمع يفرح بهذه المناسبه في حدود لا تخرج عن الادب العام وعن اخلاقنا الاسلاميه الفاضله. طبعا لا احد يمانع من يعني من ابداء مشاعر الفرح وال السرور بهذه المناسبة المباركة، لكن بعض الأخوان والشباب هداهم الله يعني استغل هذه بعض هذه المناسبات وبعض المناسبات التي تقام لإيقاف بنفسه أولا وبالآخرين. فاتجاهت سمو سيدي أمير المنطقة يعني لابد من التعامل مع هؤلاء وتطبيق النظام بحقهم حفاظا، لأن يعني الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامتهم في المقام الأول وسلامة كريم مستقبل الطرق. بس ما جاوبت لي سعادة اللواء عن موضوع صبغ السيارات، هي بداية المخالفات، هي بداية الحقيقة بداية ظاهرة المخالفات وظاهرة بعض التصرفات الغير لائقة، هي بدايتها تغيير معالم السيارة وتعديل بعض من هيكل السيارة أو بعض من أجزاء السيارة، فهذه بداية للقيام ببعض التصرفات الغير لائقة أو الخارجة عن الآداب الحقيقة. والنظام يمنع النظام ينص على منع مثل هذه الأمور، لكن من سيفرح يعني سيسعد بهذا اليوم؟ احنا بالحقيقه نشد من ازره ونسهل له الامور في يعني بطريقه مؤدبه وطريقه محترمه تكون يعني
تليق بمجتمعنا المتحضر طيب والراقي. طيب سعادة اللواء، يعني من المتوقع أن تكون في أعداد هائلة في الشوارع، يعني إحنا الآن نتكلم عن الرياض على سبيل المثال، يعني إحنا عندنا مشكلة التحويلات الآن، وكثير من الطرق ربما مغيرة مساراتها بسبب يعني الأعمال القائمة لمترو الرياض، فما بالك إذا كان عندنا أعداد مهولة يعني من السيارات والناس يحتفلون بالعيد الوطني، أكيد يكون في ازدحام. هذا يدعوني للسؤال عن استعدادكم أنتم في الإدارة العامة يعني للمرور، كم عدد يعني رجال المرور اللي بيكونون في الميدان؟ ماذا عن بعض المظاهر؟ تكلمت عن بعضها، ماذا عن بعض المظاهر اللي تصير من بعض الشباب؟ يعني احنا نقول افرحوا وعبروا عن فرحكم، اكيد هذا يوم عظيم يعني ذكرى توحيد المملكه واليوم الوطني بالنسبه لنا عيد مهما يكن لا يجب ان نفرح فيه، لكن بعض يعني الشباب المراهقين غير مسؤولين، تلقى يطلع من السياره قد مثلا يعني يتحرش ببعض الماره، يتحرش ببعض العوائل، يعني هذه الامور يعني وش المخالفات اللي بترصد في حقهم، وهل من يرصدها انتم ولا يعني الدوريات الامنيه على سبيل المثال؟ طبعا كما اسلفت اخي الكريم، كما اسلفت انه الاداره عدت خطه لهذه المناسبه واللي تخللها من فعاليات وبرامج سواء خلال هذا اليوم الخميس او غدا الجمعه. فطبعا يشترك في هذه الخطه، يشترك تنفيذها جميع منسوبي الاداره من ضباط وصف ضباط وجنود. طبعا يفوق الشفت الواحد، يفوق حوالي 500 دوريه. الشفت الواحد طبعا هي على مدار الساعه. طبعا ايضا لا نخرج عن المنظومه الامنيه المتكامله مع زملائنا في الشرطه وكذلك الدوريات الامنيه واداره البحث والتحري. طبعا يعني قبل هذا اللقاء تجولت في الميدان وكان الوضع جيد في جميع المحاور في جميع الشوارع. نعم. بلا شك انه في بعض التحويلات وفي بعض المشاريع كما تعلم انه يعني نتيجه النهضه اللي تعيشها مدينه الرياض، انه الرياض الان عباره عن ورشه عمل، ولكن ذلك مأخوذ في عين الاعتبار، مأخوذ الحسبان انه يعني تكون الطرق البديله لا تقل يعني تجهيزا واهتماما من الطرق الرئيسيه، تكون مجهزه بالاضاءه معبده بشكل جيد، ايضا متوفر فيها وسائل السلامه. وطبعا نحرص كل الحرص انها ما تكون سبب في ارتداد الحركه او في وجود اختناقات مروريه، ولو ان اكثر المشاريع يعني الحمد لله يعني في يعني تم الانتهاء منها بتوجيه من سيدي امير المنطقه قبل بدايه العام الدراسي. يعني كثير من المشاريع عندنا، ميدان الجزائر انتهينا منه، عندنا ميدان الناصريه، عندنا طريق الملك عبد العزيز مع محمد بن سعود، عندنا كوبري الزاهد ومع تقاطعه مع خريص، عندنا ايضا نفق الملك خالد وفتح من الشرق باتجاه الغرب، من الغرب باتجاه الشرق مغلق، يسلكون طريق فهد بن سلمان. طبعا هذه سهلت على بعض يعني كان هناك يعني جعلت فيه استيابيه في الحركه بعض الشيء، وفيه تخلخل في الحركه وعدم قلت من الاختناقات المروريه ومن الزحمه بعض الشيء. جميل، شكرا لك سعاده اللواء الدكتور محمد القمي مدير اداره مرور منطقه الرياض. بس بقول نقطتين، احنا عندنا غدا ان شاء الله حلقه مخصصه عن يوم الوطن، بالتاكيد سنفرح ونحتفل مع الوطن في يوم الوطن في برنامج يا هلا ان شاء الله. الامر الاخر طبعا فيه يمكن بس تبطح فيه يعني مفاجاه لروتانا، هي عباره عن عمل فني كبير ان شاء الله سيكون بمناسبه اليوم الوطني ان شاء الله سيعرض عليكم باذن الله. الامر الاخر بس رساله للشباب، يعني انتم شباب الوطن، مفخره الوطن، بكم الوطن باذن الله سيقوم على سواعدكم ان شاء الله. افرحوا، عبروا عن فرحكم، لكن نحتاج الى نعبر بثقافه، نعبر بادب، نعبر باخلاق. ان تفرح لا يعني ان تلحق الضرر بالاخرين او تسيء للاخرين، وبالتالي في الشوارع، في الاماكن، في الاسواق، يجب ان لا نكدر او ننكد على الاخرين فرحتهم بان يكون هناك يعني اي اعتداء لفظي او حتى يعني مناوشات. اتمنى ان نفرح فعلا ونكون بالله ونجسد نموذج رائع للاحتفال بيوم الوطن إن شاء الله يوم الغد بإذن الله. فاصل قصير وبعد الفاصل أنا أعود.